من نزوح إلى نزوح ومن مخيم إلى مخيم، هذا هو حال الفلسطينيين في غزة، وهي أكثر الأماكن اكتظاظاً بالسكان على مستوى العالم. لم يشفع ذلك لها أو لأهلها، إذ تستمر قوات الاحتلال باستهداف ما تبقى من حياة على هذه الأرض. إحنا كنا قاعدين في منزلنا، صار القصف عند دار جيراننا، شردنا الساعة 1 في الليل على مستشفى بيت حنون. أنا كنت حامل في الشهر السابع، طلعت على مستشفى بيت حنون من الليل كاملة في المستشفى، وأول ما صارت الساعة 5 الصبح طلعنا من مستشفى بيت حنون على مدرسة حلب. معظم الفلسطينيين في القطاع إذن نزحوا عدة مرات، ولا يعلمون متى سينزحون مرة أخرى، ويعانون ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة وتفوق بكثير أي قدرة بشرية على التحمل. واليوم نحن عايشين في مأوى لا يليق بحياة البشر، لأنه لا في مأوى صالح للسكن ولا مرافق صحية ولا علاج ولا متابعة طبية، وانتشار الأمراض وانتشار الأوبئة والعدد الكثيف من السكان من النازحين. هنا المدرسة فيها تقريبا حوالي 8000 واحد. قوات الاحتلال لم تترك أحدا من الفلسطينيين إلا وجرعته مرارة النزوح وهجرته من بيته. هنا تواصل مئات العائلات نزوحها من مناطق سكنها في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بعد القصف وإعلان قوات الاحتلال هذه المنطقة منطقة عمليات عسكرية. قوات الإسرائيلية اتصلت علينا على الجوالات، ليس اسطوانات اللي اتصلت عليها، مش اسطوانة، اتصال عادي، قالت لي اخلي المنطقة. قلت لهم طبعا انا البيت بدي اكسب، قالوا لا انه شغل هنا في المنطقه، منطقه بيت لاهيا منطقه عسكريه، وانا يعني متوجه على المدارس، يعني احنا مش عارفين وين نروح، من مدرسه لمدرسه لبيت لبيت، مش عارفين وين نروح احنا، زي ما انت شايف يعني عدتنا وطحينا وحالنا زي ما انت شايف، من بيت لبيت من هيك، وين بدنا نروح يعني ايش نسوي؟ بقول لك الانسان وين الانسان؟ هذا حقوق الانسان ولا الانسان؟ فيش حقوق الانسان الا في عزرائيل يا اخوانا، فيش حاجه. مخيمات النزوح ليست سوى صورة مصغرة عن معاناة الفلسطينيين في أرضهم التي لطالما حاول الاحتلال اجتثاثهم منها، كالأشجار التي تأبى أن تفارق جذورها التراب. وإن كان الجميع يكتفي بالمشاهدة عندما تقف وحدها في مواجهة الأعاصير أو فأس الحطاب.